السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، ودائما في مادة اللغة الفرنسية. اليوم وصلت معكم لاكتيفيتي دو لا برودكسيون دو ليكري، وكنذكر الناس اللي باقي ما تفرجوش في الفروض اللي درتهم في القناة بالنسبة للنشاط العلمي وكذلك جميع لي زاكتيفيتي ديال لا لونغ فرونسيز، يمشي لا ديسكريبسيون، يمشي لصندوق الوصف، غادي يلقى بزاف ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط ديال الفروض، يتفرج لهم بتأني وان شاء الله غادي يفهم. واللي بغى البي دي اف ديال الفرض يتواصل معايا عبر الواتساب، غادي يلقى النمره ديال الواتساب اول كومونتير ان شاء الله على الفيديو. وما تنساوش تخليو لي شي كومونتير يزيد يحفزني باش نزيد ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرى. اذا على بركه الله نبداو الفرض ديالنا ديال لا برودكسيون دو ليكري. عندي دو كيستيون. كومبليت لي ريبليك دو سيت انترفيو افيك لي زيليمون سويفون. دونك غادي نكملو لي ريبليك ديال الانترفيو، ديال واحد الحوار دار ما بين جوج ديال الاشخاص. دونك هنايا الحوار دار ما بين شكون وشكون. هنايا الحوار دار ما بين ليليف اي لو بريزيدون، صافي التلميذ والرئيس. سامي باش غادي نكملو، غادي نكملو بهاد لي ريبليك هادو، هاد الفراغات اللي عندي هنايا. صافي لي ريبليك هما هادو. جو فو روميرسيي بور فوتر اكوي، كنشكرك على الترحيب ديالك. اسكو فو بوفي نو ريزومي فو اكسيون اون كيلكو فراز، واش يمكن لك تلخص لينا الخدمه ديالكم في بعض الجمل. هنايا بوركوا شوازيسي فو دابورتي دو ليد ا دي بيرسون اون سيتياسيون ديفيسيل، علاش اختاريتو انكم تساعدوا الاشخاص اللي هما في وضعيه صعبه. سي بيرسون اون بيزوين دو نوتر ايد، ايز اون بيزوين دو نوتر اسيستانس دو نوتر اكومبانيمون، ايز اون بيزوين دافيكسيون دو سوين. دونك هاد الناس محتاجين المساعده ديالنا، محتاجين المرافقه ديالنا، وكذلك محتاجين لافيكسيون اي لو سوا، يعني سوا ميديكو، يعني الرعايه الاجتماعيه وكذلك الرعايه الطبيه ايتترا ايتترا. صافي دونك هنا ليليف بونجور مسيو لو بريزيدون، شنو غايقول له من بعد؟ غايقول له جو فو رميرسيي بور فوتر اكوي، اسكو فو بوفي مو ريزومي فو اكسيون اون كيلكو فراز، علاش؟ لانه ها هو غايقول له وي بيان سور، يعني ممكن انني ريزومي لكم داك لي اكسيون اللي درنا. صافي دونك هنايا جو فو بيان جو فو رميرسيي بور فوتر اكوي، اسكو Est-ce que vous pouvez nous résumer vos actions en quelques phrases? Deux heures, le président, le président. Oui, bien sûr, nos actions sont diversifiées. يعني الخدمة ديالنا متنوعة، مي نو زاكوردون لا بريوريتي او بيرسون اون سيتواسيون ديفيسيل، ولكن حنا كنعطيو الأفضلية والأسبقية للناس اللي هما في وضعية صعبة. ليليف التلميذ غادي يقول، غادي يقول له بوركوا شوازيسي فو دابورتي دو ليد ا دي بيرسون اون سيتواسيون ديفيسيل، علاش اختاريتو انكم تساعدوا وتعاونوا الناس اللي في وضعية صعبة. هادشي هذا هو السؤال اللي غادي يقول. بوركوا شوا Choisissez-vous d'apporter quoi? De l'aide à des personnes en situation difficile. Une situation difficile. Maintenant, le président Bachar el-Jaoubou, c'est une question importante. Ces personnes ont besoin de notre aide. Hadnas, محتاجين الرعاية ديالنا, etc., etc. Donc, el-Jaoubou, el-Jaoubou, had. Ça va? Donc, ces personnes ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre assistance, de notre accompagnement.
Ils ont besoin d'affection, de soins, etc. Passons à la deuxième question. Adnan Otani ouvre l'interview. Complète l'interview suivante avec les réponses du directeur. غادي نكملو باش غير بالاجوبه ديال لو ديريكتور، بالاجوبه ديال المدير، صافي؟ لانه هنا عندنا واحد لو جورناليست، واحد الصحفي كيتحاور مع واحد المدير، صافي؟ دونك نو فيون ا لي ريسبونسابيليزي اون لي انكوراجيون ا بارتيسيبي ا دي اكسيون دو بروبريتي دو ديكوراسيون اي دو جارديناج. يعني كنحسوهم بالمسؤوليه وكنشجعوهم باش يشاركوا في الاعمال ديال النظافه، ديال التزيين، وكذلك ديال الجارديناج، يعني ديال البستنة ديال الحدائق زعما. وي تو الموند ادوبت سو كومبورتمون سيتويان، وي التلاميذ كاملين كيتبناو هاد السلوك اللي هو مدني. لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون اي اون فالور نوبل، الحمايه ديال البيئه هي واحد القيمه اللي هي نبيله. نوز ابخونون ا نوز اليف ا ريسبكتي لونفيرونمون، كنعلمو التلاميذ ديالنا باش يحترموا البيئه، صافي؟ دونك لو جورناليست غادي يسول: بونجور مسيو، فوتر ايتابليسمون اي بروبر اي جولي، كيل اون اي لو سوكري؟ كيقول له مرحبا سيدي، المؤسسه ديالكم نظيفه وزوينه، شنو هو السر؟ دونك لو ديريكتور دابا غيجاوب، غادي يقول له شي حاجه، والسؤال اللي موراه غادي يقول له كومون فات فو بور ابروندر ا فو زيليف ا ريسبكتي لونفيرونمون، كيفاش كديروا باش تفهموا وباش تعلموا التلاميذ يحترموا البيئه. دونك بناء على الجواب السؤال هذايا غادي نعرفوا الجواب ديال لو ديريكتور. الجواب ديال لو ديريكتور هو هذا: نو زابخونو، نو زابخونو ا نو زيليف، يعني كنعلموا التلاميذ ديالنا باش يحترموا، ريسبكتي، ريسبكتي كوا؟ ريسبكتي لونفيرونمون، ريسبكتي لونفيرونمون، كنعلمهم انهم يحترموا ويحافظوا على البيئة، صافي؟ لو جورناليست: كومون فات فو بور ابخوندر ا فوز اليف ا ريسبكتي لونفيرونمون، كيفاش كديروا باش تعلموا الاطفال ديالكم ولا التلاميذ ديالكم يحترموا البيئة؟ شنو كنديروا؟ كنحسوهم بالمسؤولية، صافي؟ هاي نو فيون ا لا ريسبونسابيليتي، ريسبونسابيليتي ou bien sont responsabilisés en les encourageant à participer à des actions de propreté, etc. etc. Ça fait. Le journaliste: est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de cet établissement? Donc, il y a tout le qui participe à cette يقول له وي طول موند، طول موند كلشي كيشارك، ادوبت يعني كيتبنى هاد سو كومبورتمون، هاد السلوك المدني، سو كومبورتمون سيتويان، اللي هو سلوك مواطن. لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون est une valeur noble. Ça va? وبهذا غادي نكونو كملنا هاد الانترفيو هذا، وكنكونو كملنا لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره، اللي كان كيخص لا لونغ فرونسيز، لا برودكسيون دو ليكري. خليتكم على خير، كان معكم الاستاذ احمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.